الإنسان بطبيعته لا تكتمل سعادته إلا بسعادة الآخرين، وحين تزرع السعادة في قلوب الناس سيأتي من يزرعها في قلبك. والقائم على هذا الجمع المبارك شارك الكثير والكثير في أجمل لحظات حياتهم ومناسباتهم السعيدة بكل الحب. الله يعطيك ألف عافية أبو مسك، وشكرا شكرا للجميع. أبو مسك قد ما أتكلم في حبه ما أقدر أوفي بحبه، هذا اللي أقدر أقوله فيه. أبو مسك يعني لو أقول فيه شهادتي فيه مجروحة. أحب أشكر أبو مسك على الفرصة هذه إنه خلانا نشوفكم جميعا. وفي هذا المساء الجميل 23 من شهر رمضان المبارك لعام 1445 ازدانت استراحة الريم بحفل الإفطار الرمضاني الذي أقامه أبو مسك كعادته السنوية، ونثر من خلاله مسكه وحبه على الجميع. الله يعطي الخير والعافية لأبو مسك، هو اللي جمعنا، وأشكر الشباب جميعا الجمعة الحلوة هذه. والله هذه إن شاء الله عادة عندنا بحضور أبو مسك، بتكفل أبو مسك دائما وأبدا، إنه كلنا نتجمع في رمضان كذا. وحيث أن لحظات الفرح لا تكتمل إلا بوجود الأحباب، فقد كانت هذه الليلة ليلة استثنائية، وكانت عدستنا هناك تلتقط كل اللحظات السعيدة، ونحن بدورنا أخذنا على عاتقنا أن نحفظ لكم ذكرياتكم وصوركم ولحظاتكم السعيدة، لتبقى هذه الأعمال الجميلة في خزانة العمر لتعودون لها في كل وقت وكل حين من أعماركم. طبعا هذه والله من أبو مسك وغيره لفتة كريمة للأمانة، إن جمعنا في يوم زي هذا 10 أواخر نشوف بعض نسلم على بعض. والآن دعونا نعيش مع هذه التفاصيل التي احتوت أحلامنا والتي سيحفظها التاريخ ويعطي لأرواحنا البقاء في الحروف حينما نكتب كل الذكريات. يا رمضان أحلى أيامك، باركها المولى وأدامك، الجنة تعطر أنسامك، ومحلى صيامك محلى قيامك. يا رمضان أحلى أيامك، باركها المولى وأدامك، الجنة تعطر أنسامك، ومحلى صيامك محلى قيامك. صحينا يلا نتسحر، وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صحينا يلا نتسحر، وجمعنا على الله أكبر الله أكبر. لكن صراحة أنا تفاجأت أنه جيتي على جدة وافقت الجمعة الطيبة هذه، بس مجرد ما عرفت أنه فيه جمعة خلاص، حتى لو عندي مواعيد لازم أحضر ما أسيب. فوالله بالعكس شيء جميل، والشباب الكل قاعد
يشارك وترتيب وتنسيق صراحة. الله يعطيكم العافية. نقول كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وسعادة يا رب، وإن شاء الله كل سنة تجمعنا المناسبة السعيدة، ويكون كل سنة في فطور ومجمعين مع بعض كل أحباب والأصحاب. كل عام وانتم بخير. البيج باس طبعا الأستاذ سالم وراء كل المناسبات الجميلة، والله لا يقطعها من عادة إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله سنوات قدام إن شاء الله بإذن الله نجتمع والحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم على البلاغ، اللهم لك الحمد والشكر والحمد لله. وتشرفنا بشوفتك انت كمان يا ابو سعود وما قصرت، الله يعطيك العافيه، والله يعطي الف عافيه الزملاء والشباب اللي كانوا خلف الكواليس وعلى راسهم الاستاذ سالم. اولا الله يعيد علينا وعليكم وعلى امه محمد جميع المسلمين بالعافيه والصحه يا رب، ويعيد علينا وعليكم ايام عديده ومديده ان شاء الله. طبعا هذه والله من ابو مسك وغيره لفته كريمه للامانه، ان جمعنا في يوم زي هذا 10 اواخر نشوف بعض نسلم على بعض، هذا شيء يعني ما ينصف الامانه. شوفت الناس، شوفتك انت يا ابو سعود، انا فتره منك والله. اكيد اكيد يوم جميل جدا جدا، ويحيي الاحياء الايمانيه والرمضانيه اللي نحن نمر فيها واللي عايشين فيها، وشيء صراحه لا يعلى عليه. يعني جمعتنا مع احبائنا، جمعتنا مع اصحابنا، في ناس لنا فتره ما شفناهم، وتحيه خاصه لابو مسك. ومسك انسان عزيز علينا واخ واخونا الكبير، وعلى قولنا في الشركه الجاد فادر. والله يعطي العافيه ابو مسك حبيبنا، ما قصر، جمع الناس، جمع الشباب كلهم، والله يجمعنا في خير ان شاء الله وفي سعاده، وكل عام وانتم بخير، تقبل منا ومنكم ان شاء الله، شوفوا الناس الطيبين، وابو سعود الوجه الطيب هذا الله يعطيه الصحه والعافيه ان شاء الله، ويعطي الجميع ان شاء الله يا رب. حبيبي أبو سعود، أول شيء خواتي مبارك علينا جميعا إن شاء الله، وزي ما ذكرت أنت سابقا الله يعطي الخير والعافية لأبو مسك هو اللي جمعنا، وأشكر الشباب جميعا الجمعة الحلوة هذه صراحة، جمعة جدا جميلة. شوفت الشباب في ناس لهم فترة ما قابلناهم الآن قابلناهم، فشيء صراحة يبسط الواحد، ويعطيك العافية أنت أبو سعود ما تقصر التغطية الجميلة هذه، ما شاء الله أخذ آراء الجميع، والله يجمعنا دائما على خير أبو سعود حبيبي، الله يسلمك. وافيت يا رمضان بالعيش الهاني والصوم والقرآن والنور السني، والله ما وافيتنا من مرة إلا فرحت وقلت للهم اضعني والواصفين، فكيف لم أتفنن؟ يا قوم هذا الشهر شهر عبادة وتلاوة وإنابة وتصون. الله، أول شيء نشكر أبو مسك حبيبنا، ونشكر الكل الجميع، العادة هذه الله لا يخلينا منها إن شاء الله يا رب، وبرضه كمان فرحة العبور كمان هذه الله لا يخلينا منها كمان، عادة سنوية إن شاء الله يا رب، إن شاء الله إنه كل سنة تكون موجودة إن شاء الله على حب وخير إن شاء الله. يعني اليوم عبور وفطور؟ أيوة طبعاً، أيوة هذه عادة سنوية خلاص، لازم كل سنة تكون موجودة، هي أساساً ثابتة ما تتغير أساساً. الله يعطيك العافية. حياك حياك أهلا هلا حياك،
يا مرحبا بلقياك أسعدتنا نورتنا نورت يا رمضان نورت يا رمضان تأتيك غيث الروح وتلامس الوجدان نشتاق في لقياك للأجر والغفران ونحس حين تجي بملائك الرحمن وجه الحياة يضيء نورت يا رمضان نورت يا رمضان لو في النفوس رأيت كم طيبنا منذ أتيت والله هذه إن شاء الله عادة عندنا بحضور أبو مسك بتكفل أبو مسك دائما وأبدا إنه كلنا نتجمع في رمضان كذا خارج نطاق العمل خارج شيء أخوي شيء حبي من غير تكليف من غير أي تكلف كل واحد يجيب له طبق بسيط وكلنا نتجمع ونجلس ننبسط نغير جو فالله يديمها إن شاء الله علينا والله يديم المحبة وانت يا علي اللي يجمعنا والله العظيم مو شغل لكن اللي يجمعنا أكثر من شغل إحنا أخوان قبل كل حاجة والمكان هذا كان سبب عرفنا بالناس الطيبة اللي زيكم وبالعكس هذه أحلى فرصة نتقابل طبعا مشاغل الدنيا الكل مين مشغول في حياته في عائلته في دنيته في يوم زي كده بالعكس الواحد يجي يشوف حبايبه ويطمن عليهم ويطمنوا عليه وإن شاء الله الله يديم الود لنا ويديم إن شاء الله علينا يا رب الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك أنت الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار تعطي من تشاء وتمنع من تشاء ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء
محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما، وأنزلت الملائكة حول المؤمنين تشريفا وتكريما، وجعلت في اتباع كتابك هداك، وفي اتباع نبيك رضاك، ومن ذكرك في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إليك شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليك ذراعا تقربت إليه باعا، فلك الفضل في البدء والنهاية، ومنك الرحمة والعناية والرعاية، كل النعم منك فائضة وجميعها إليك عائدة، وخير ما أعطيتنا إيماننا بك وخضوعنا لجلال كتابك وحبنا لسنة نبيك ووقوفنا عند حدودك والتزامنا بقانونك ونظامك وبغضنا لاتباع أعدائك وتبرؤنا من كل ما يغضبك، فامنن علينا يا رب بالثبات على التقى يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أول شيء زي ما تفضلت يا أبو سعود، الله يعطيكم العافية. طبعاً ألف شكر للرجل اللي جمعنا اللي هو سالم الجهني، وأعطانا فرصة لأن نكسب شوفتكم في الأيام الفضيلة هذه. طبعاً المقصد كان شوفتكم، يعني أبداً الموضوع ما هو موضوع فطور ولا أي حاجة، هو طبعاً المقصد من جميع هذه الجمعة أو من الجمعة هذه بكبرها إنه هو شوفة الجميع. ألف شكر له، وألف شكر لك على تغطياتك الرائعة المستمرة، يعني سنين ما شاء الله تبارك الله من التغطيات الإعلامية المميزة، الواحد يفتخر إنه يعرفها أو يفتخر إنه كان جزء فيها أو شارك فيها ولو بشيء بسيط. شهر مبارك علينا وعليكم إن شاء الله، وتنعاد إن شاء الله علينا باليمن والمسرات، والله يديم رمضان علينا إن شاء الله زمنة مديدة، ويعطيكم ألف عافية. قل لي طيب، ما شاء الله تبارك الله، انت اليوم جبت الكنافه بالقشطه ولا ذقتها؟ صدق والله ولا ذقتها. فمشكله لما واحد يكون قشطه ويجيب معاه قشطه. الله يحل ايامك، وكل عام انت بخير ابو سعود، خواتيم مباركه، الله يعطيك العافيه، نورتنا، سعيد بشوفتك، ما يحتاج راعي الاوله، الله يكرمه، ما هي غريبه، جمعنا جمع الحبايب من الشرقيه والغربيه، وهارد لك الاتحاد. هذه الرساله لمين؟ هذا لكل اتحادي. ها هارد لك لكل اتحادي. والله اللي خلف الجمع هو اهم شخص بالنسبه لي صراحه ابو ميسك، والجايه كانت عشانه، واكيد بشوفه الوجهه الطيبه هذه ان شاء الله، وتتكرر ان شاء الله كل سنه، وعاده ما تنقطع ان شاء الله. والله يوم جميل، والله يعطيه العافيه سالم ابو ميسك اللي يلمنا كل سنه نفس الجمعه هذه، ان شاء الله ما تنقطع، عاده ما تنقطع، سنويه احنا منورينه وينورنا ان شاء الله. الله يعطيك العافيه ابو سعود، اول شيء كل عام وانتم طيبين جميعا ان شاء الله باذن الله. صراحه الجامعات هذه متعودين عليها من سنين مع ابو مسك، الله يعطيه الف عافيه ان شاء الله. والمقصد فقط انه شوفت الاخوان والاحبه والاصدقاء والتجمع الجميل هذا، وان شاء الله دوم يا رب ان شاء الله باذن الله. والله شوف يا اخ علي، انا بقول لك ابو مسك قد ما اتكلم في حقه ما اقدر اوفيه حقه، انا ما اقول له الا الله يجزيك بالخير ويحفظ لك بناتك ويحفظ لك ابوك وامك، وربنا ان شاء الله يزيدك من نعيمه
ويزيدك من فضله. ابو مسك قد ما اتكلم في حقه ما اقدر اوفي الحق، هذا اللي اقدر اقول لك، اكثر من كذا ما اقول لك اي شيء. والله ابو مسك يعلم الله يعلم الله يعلم الله يعني قديش معزته عندي ما يعلم بها الا رب العباد. وهذه عوايد ابو مسك. وشوف ترى والله ان شاء الله زي ما يقولوا مثل سنين عديده حنلاقي نفس الشيء. ابو مسك ما حيتغير عن الناس، ممكن الناس تتغير عنه لكن هو ما حيتغير عن الناس. هذا انا اخر شيء عندي اقول لك اياه. مشكور علي وجزاك الله خير وما قصرت، وبرضه ابو مسك ما قصر يعني جمع لنا ناس يعني انت بسلامتك وغيرك كم واحد. والله نشكره شكر كثير وربنا يوفقه ويسعده، وان شاء الله ربنا يوفقك ويسعدك ويزوجك ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم زوار حفلتنا، اهلا وسهلا بكم زوار حفلتنا، يا ألف أهلا بكم فالحفل منفرد، يا من يا من يا من أتوا لهذا الحفل تجمعنا روح الأخوة روح الأخوة روح الأخوة، يا أهلا بمن وردوا، حفل كريم لأكباد لنا فزغت أنوارها أنوارها. الله فيك وهذا بركة الشباب وخيركم، فطور جميل إن شاء الله. يعني لو أقول فيه شهادتي فيه مجروحة، مسك أخ وحبيب ومعلمي ومدرسي في التحصيل وفي أشياء ثانية، فما يحتاج إني أتكلم فيه قد ما إني يعني أفعالي معاه توصف له. والله يوم جميل زي ما أنت شايف ما شاء الله الشباب كلهم موجودين، إن اللي لاينا فترة والله ما شفناهم، وأنت واحد من ضمننا أبو سعود، فقدناك فقدنا تغطياتك، فجزا الله خير القائم على الجماعة أبو مسك الله يديها ألف عافية، يعني ما من وراها والله أي جزاء أو أي شيء، يعني السبب والله من الجماعة إنه والله نجتمع ونشوف بعض كذا ونأنس نشوف بعض. فالله يجمعنا على خير ويديم المحبة، وكل سنة وانتم طيبين وخواتي مباركة إن شاء الله. ذكر عافية بسرعة. شكرا. كلمة للأستاذ الشيخ سالم الريفي، يعني ألف شكر على الجمعة الطيبة الحلوة هذه اللي ما نحرم منها كل سنة ودائما سباق للخير. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انطباعي الأجواء جدا جميلة، والقائمين على الجلسة هذه الله يعطيهم العافية ما قصروا، والحمد لله على كل حال. أولا ليلة مباركة، ليلة رمضانية وخواتي مباركة إن شاء الله، أيام فضيلة وجمعة مباركة بين جميعا، شفناكم جميعا، شفنا أبو مسك وشفنا وجوه غابت علينا والتقينا سبحان الله كل الوجوه الطيبة اللي شفناها اليوم. أشكر كل من قام بهذه المبادرة وأنشأ عليها وتعاون وقدم وساهم في هذه الجمعة المباركة، والغرض كله ان احنا نشوف الوجوه الطيبة امثالكم. الله يعطيك العافية يا ابو سعود انت والشباب القائمين على المكان، ما شاء الله جمعة حلوة طيبة، وخصوص الذكر ابو مسك الله يعطيه العافية على الجمعة الحلوة دي. احب اشكر ابو مسك على الجمعة الحلوة هذه، الله لا يحرمنا منها ان شاء الله والله يديمه لنا. نعمل الاخ ونعمل الزميل والمدير، يعني سواء كان معانا حاليا في الدوام او خارج الدوام، وبمثابه الاخ الكبير لنا، الله لا يحرمنا منه ان شاء الله، الله يديم جمعتنا الحلوه هذه، ولا يحرمنا من شافتك الله. والله اول شيء مبارك عليكم الشهر، وهذا شيء مو غريب من عند ابو مسك الله يعطيه العافيه، جمعنا كلنا، جمعنا مع ناس تقريبا لنا سنه سنتين ثلاثه ما شفناهم، وعاده سنويه يسويها، الله يجزاه الخير، جمعنا وخلانا نشوفه، سوى روح عمل خارج الدوام خلانا اخوان، غير شالها من مبدا زملاء عمل اخوان متجمعين، طلع كل واحد قاعد مع الثاني، على قولتهم جمعه اخوه حسسك انه احنا اخوان من جد. رمضان كريم على الجميع ان شاء الله، وبالاخص لابو مسك صراحه، يعني كان شخص يعني ما له يعني تقدر تقول
معدن ومره ما يعني ما حد يوصل له الصراحه. ادم مره كفو مع الكل الصراحه، يعني ما في تعبير معين انك انت تعطيه. Thank you.
الله يعطيكم العافية أولاً، وكل عام وانتم بخير، رمضان كريم وخواتيم مبارك على الجميع. طبعاً الهدف من هذا التجمع هو لمة الأحباب ولمة الحبايب، إخواننا وأصحابنا وأبنائنا، يعني حتى لو كنا في أماكن وغيرتنا الظروف وتغيرت السنين، لكن تبقى المحبة وتبقى العلاقات الوطيدة بيننا وبينهم، ويبقى الحب والعشرة الطيبة هو اللي يستمر إن شاء الله على طول. شكرا لكل الشباب اللي جونا اليوم وشرفوني، وحقيقة يعني أحب أقول لهم جزاكم الله خير على الحضور، واللي اعتذر عذره معاه إن شاء الله ويعوضها في الجايات، وإن شاء الله الجماعات هذه مستمرة ولمة الأحباب مستمرة، لأنه زي ما قلت لك اللي يربطنا أهم من المكان وأهم من الزمان العلاقة الطيبة والأخوة والصداقة. جزاكم الله خير وكل عام وأنتم بخير، ويعطيك العافية أنت كمان يا أبو سعود، شرفتنا ونورتنا ومبدع كعادتك، الله يعطيكم العافية.